في شباكنا المسؤول مشاهدينا اليوم نسلط الضوء على مساحة إبداعية جديدة في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أصبح لمصممي الأزياء مكان جديد يلتقون فيه ويعرضون أعمالهم بل ويتعلمون الحرفة إذ أرادوا تنمية مهاراتهم، وكل هذا بالمجان. المزيد في تقرير الزميل ميثم القصير. Creative Space، مساحة للإبداع، هي مدرسة لتعليم تصميم الأزياء مجانا، مدرسة باتت اليوم تمتلك مساحتها الخاصة لتعليم طلابها الموهوبين والشغوفين بالأزياء بالتعاون مع مصممين أزياء عالميين، وبات عنوانها واحد، خان الجوخ. نحن عنا المدرسة هونيك، التلاميذ بيجوا هونيك كل يوم من الاثنين للجمعة، كل الصفوف بيكون هونيك. هون عنا الأتوليس، هول كل القماشات هون تبرعات من دونا كارين، ديريك لام، ديان فون فيرستنبرغ، وهون بتشوف عنا الخياطين بيشتغلوا هون. بلشنا تو براندز، سي اس بي ريدي تو وير، كريتيف سبيس بيروت ريدي تو وير، وسكند ستريت. الفكرة تبع البراندز انه من كل شيء اللي منبيع القسم منه بيروح للمدرسة تنتطور تنكبر تنكمل تنكمل ندفع على الادوكيشن تبع التلاميذ. سو هون بتفوتوا بتشوفوا البوتيك جوا، البوتيك جوا بيكون سكند ستريت وسي اس بي. وضمن مساحات خان الجوخ المتنوعة يمكن إيجاد مبدعين كثر. سليم عزام يمتلك بات اليوم البوتيك الخاص فيه، حيث يقدم مجموعته المتميزة. هالستات اللي بيشتغلوا أشغال يدوية بس ما عندهم بلاتفورم الناس تشوف شغلهم وتشوف إبداعهم. ببساطة خط الأزياء تبعي هو قمصان وفساتين بسيطة بتذكرك بأيام زمان بالستوريز تبعها، وهالستات بيزيدوا عليها الروح تبعهم، وبيصير الرسمي عندها قيمة أكثر لما مجموعة أشخاص بيشتغلوا فيها. هو منه بس بوتيك، هو رح يكون محل بينزلوا الستات مرتين بالجمعة أو كذا مرة بيعملوا تطريز لايف للناس يشوفوا كيف الشغل بينعمل وقديش بياخذ وقت وقديش له قيمة. بنفس الوقت عم نفكر نعمل امبرويدر وركشوبس ونجيب ناس من بيروت تعلموا التطريز. وإضافة إلى ذلك ستجد في خان الجوخ استوديو 2، وهو محترف تقدم سحر حفظة أعمالا يدوية صممتها من الورق فيه. هي شوي فكرة بعتقد كلياتنا نحن وصغار عم نشي اسمه باكي ماشي، شوي طورت على الفكرة بس نفس الكونسبت يلي هو تستعمل جرايد وغري وشو بيطلع معك اوبجكتس بيطلع. سو اي دو اوبجكتس، اي دو اكسسوارز، بينز، هلا بلشت اعمل لايتس. الفكرة من الاستوديو 2 انه نقدر نعمل كمان وركشوبس فيه، مش بس وركشوب هو لقلنا، وركشوب لمين ما بده يجي يعطي وركشوب هون، مين ما بده كمان يجي يعرض غراضه يلي الناس في عندك كتير. بعرف ناس من أولهم أنا إنه ما كان في عندي محل حط غراضي، they charge you كتير. سو نحن عم نجرب نأمن هالسبيس للي بعدهم كمان هيك فريش وطالعين حابين يعطوا workshops أو حابين يعرضوا غراضهم شو نيجوا لعنا. الكل هنا يتفق على أهمية تقديم أسواق بيروت هذه المساحة لهم بالمجان كمنصة لعرض أعمالهم والوصول إلى العامة. والفكرة إنه عم بتصير مثل الكوميونتي، مثل الكريتيف هاب، وأنا بحس إنه هيدا الإكسبوجر حيعطونا هيدا البوش وحنكبر شوي شوي، ونحن كتير مبسوطين تنكون هون. ليك مش سهل ببيروت إنه يكون عندك خطك الخاص وإنه يكون عندك شغلك الخاص، فلما بتجتمع مع أشخاص كمان بيجمعوا نفس الشيء بمحل واحد، وان بشجعك وتاني شغلة عطول هيك بتضيف عليك شيء زيادة. فأسواق بيروت منطقة بيخسروها كل الناس، وشوفي أحلى من أخبار الضياع تنزل على أسواق بيروت. أنا بالنسبة لإلي لأنه كنت أشتغل من بيتي، سو هذا الشيء كتير بيعني لي. أول مرة بيكون عندي سبيس وركشوب يلي نحن هيدا الكونسبت تبع المحل، وركشوب تبعي بنفس الوقت في تدسبلي بيع الأوبجكت تاعولي. سيضم وسط بيروت إذن خانا يضج بالحياة وبإبداعات مواهب ناشئة لبنانية في مشهد يعكس الفن الذي لطالما تميز به لبنان. ميثم قصير، التلفزيون العربي، بيروت. نرحب معنا من بيروت بنتالي المير أحد منظمي معرض خان الجوخ في بيروت. أهلا بك وعذرا لضيق الوقت يعني سيدة نتالي، أريد أن أسألك عن الهدف من هذا المعرض ويعني الغاية منه. هي مساحة حطتها سوليدار بتصرف مبدعين وناشئين بعالم الموضة
ومصممين من عدة باك جراوندز. الهدف إنه دعم هالمصممين وهالطلاب لحتى يكون في مساحة تفاعلية بيناتهم لا يطلعوا بإنتاج جديد. بلشت الخان فكرته من فكرة الأسواق القديمة والتفاعل بين المحلات بين الخياطين الحرفيين والمصممين، لأنه برأينا هيدا التفاعل هو اللي بيودي للإنتاج وللإبداع. فهي مبادرة من شركة سوليدير لدعم هيدا القطاع. طيب سيدة ناتاليا، يعني أريد أن أسألك عن تفاعل إن كان الجمهور أو حتى من اشترك في هذا المعرض، وهل هناك نية يعني تنظيم معارض في المستقبل؟ خليني أوضح شغلة، هو منه معرض، هو مساحات. نعم. هو ست محلات نوضعوا بتصرف مدرسة للتصميم، بتعلم تلاميذ ما عندهم الإمكانيات، بتعلمهم الفاشن وتصميم الأزياء ببلاش. المساحة الثانية هي محل بيستقبل خياطين وعنده معمل قماش. المساحات الثانية انعطت لمصممين ولمبدعين بيشتغلوا بالورق، بيشتغلوا بالسفنج. فهيدي المساحات رح تنحط بتصرف المصممين لمدة سنتين. جميل. ورح نشوف من هونيك وبالراي حسب نجاح هذا المشروع كيف سوليدير بتحب تكفي فيه. طيب، على كل شكرا جزيلا لك سيدة ناتالي المير، واحد منظمي معرض خان الجوخ، وعذرا لضيق الوقت يعني